قبل ما نتقابل مع ضيفنا هيكون معانا تقرير صورناه مع الأستاذة نانسي سميدة الإخصائية النفسية، واللي هنعرف منها إزاي نقدر نتعايش بعد الفراق وإزاي نخرج من الأزمة دي زي ما بيقولوا كده خروج آمن. تعالوا نشوف التقرير ونرجع مرة تانية مع بعض. توقف الفقد ده فقد بالموت ولا فقد بالانفصال؟ يعني لو ما هنقول مثلا انا فقدت حد بالموت، بتختلف الاحزان من غير لما اكون فقدت، يعني انفصلت عن مثلا علاقه، وليكن علاقه زواجيه او صداقه او ايا كان. الفقد بالموت برضو ليه زي كاتيجوريز كده بتتحكم في فكره مدى الحزن، يعني بتتوقف على السن، الشخص اللي انا فقدته هل كان مريض ولا لا، هل حدث الموت بصوره مفاجئه، هل الشخص اللي انا كنت فقدته هل كنت على وفاق معاه ولا خناق. وعلى فكره عكس المتوقع، لما اكون كنت على خلاف مع الشخص اللي انا فقدته بالموت بيكون الحزن اصعب، غير لما اكون يعني متوافقين عادي وحصل الوفاه. ولكن ايا كانت الاسباب لازم نعرف انه في الاول بيحصل ما يسمى بالانكار او الديناي. يعني انا في الاول ما بيحصل الخبر تلاقي ناس كتير جدا ما بقاش عارفه تعيط، واحنا يعني حد اوتسايدر بنبص من بره بنقول ايه ده حتى ما هنش عليه ينزل دمع. بس الحقيقه ان هو بيكون عنده جوه مشاعر داخليه متناقضه. اول حاجه بتيجي موضوع الانكار، لا انا مش مصدق. بعد كده بيجي موضوع الغضب اللي هو اشمعنى انا وليه هو و بعد كده بيجي موضوع المساومه اللي هو يا ريتني كنت عملت كذا علشان خاطر كذا، يا ريتني كنت وديته المستشفى الفلانيه او ما قصرتش في حقه. كل دي لك ان تتخيل مشاعر كلها صعبه جدا ان حد يعيشها فتره بعد الوفاه. لو انا من البدايه اتربيت او جالي الفكره ان انا لازم اكون مكتفيه الاول بذاتي، يعني محترمه نفسي ومحترمه ذاتي ومبسوطه كده بنفسي، والله اتواجد في محيطي ناس كويسين اهلا وسهلا، طيب اتواجد ناس مؤذيين سواء كان احنا بنتكلم هنا في العموم اصدقاء اخوات اي حاجه. فالنقطه ليه الناس بتفضل متعلقه؟ لان هم ما تعلموش ان هم يمشوا في الحياه مسنودين بنفسهم. اول ما اتعلم ان انا ابقى مسنوده بنفسي، وده برضو ليه علاقه بتقدير الذات والاستحقاق والاكتفاء. لو انا ليا ذكريات مع شخص حتى لو الذكريات دي لطيفه او ذكريات مؤذيه فهي حصلت في الماضي. طب لو هي ذكريات لطيفه الحمد لله ان كان في جزء ذكريات لطيفه. طب لو هي ذكريات مؤذيه ده سبب ادعى ان انا ما استمرش في اكترار الالم والاحزان. اول حاجه انا هتقبل فكره انه انا هعيش شويه في الذكريات، نمره واحد. طيب نمره اتنين، هسال نفسي ماذا لو استمريت اكتر من كده في العلاقه؟ ولازم الاجابه تبقى واضحه وصريحه. ماذا لو استمريت؟ لان معظم الناس بتبقى تايهه اللي هو يا ريتني كنت. طيب ماذا لو؟ ولو عرفت اجاوب على السؤال ده صح هتعافى من يعني هوفر على نفسي خطوات طويله. احنا بنقول بقى ايه؟ ان احنا عندنا عقل عاطفي وعقل منطقي. بنحاول ان احنا دايما نفعل العقل المنطقي او العقل الحكيم الوايز مايند بنقول عليه في التفكير. العقل العاطفي هيودينا في حتت كتير جدا مش هنتعافى خالص، بس العقل المنطقي بيقول انه او العقل الحكيم انه كانت في حاجات تجاوزات، وعلى هذا الاساس هقدر واحده واحده اخرج من العلاقه دي.